بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قام دكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بجولة تفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية، وذلك لمتابعة توفر جميع السلع الغذائية ومراقبة الأسعار. نشتغل على أكثر من محور، توفير السلع نمرة 2، إيجاد المناطق اللوجستية أو المخازن على الأقل في هذه المرحلة، ثم زيادة منافذ التوزيع سواء بتطوير الشركات العامة والمصرية والأهرام والنيل وكل منافذ الشركات الجملة اللي موجودة عندنا، وزيادة منافذ جمعيتي، وطرحنا المرحلة الثانية لجمعيتي بحيث ان احنا المرحلة الاولى عملنا 2700 منفذ، المرحلة الثانية نعمل 1300، يعني حضرتك بتكلمي على 5000 منفذ زيادة بالإضافة لهيئة المجمعات الاستهلاكية اللي موجود. التقى الوزير ببعض المواطنين الذين أبدوا رضائهم عن السلع الغذائية وتوافرها، وطالبوا بضرورة استمرار السلع بشكل دائم داخل المجمعات الاستهلاكية. بالنسبة للأسعار مناسبة للي زينا هنا في منطقة زي كده، لو رحنا مثلا مكان تاني زي سوبر ماركت تاني بتلاقي الأسعار فوق خالص. دي بالنسبة لنا احنا ناجدة هنا، ناجدة لأن أسعارها مناسبة فعلا لينا. أنا بصيت نظرة كده كل حاجة فيها، يعني كل حاجة كويسة وموجودة، يعني الزيت والسمنة والسكر، يعني كل حاجة فيها الحمد لله، بس يا رب تفضل كده على طول بقى. بالنسبة للأسعار كويسة جدا طبعا، بالنسبة للسوبر ماركتس اللي بره في فرق، يعني احنا جنبنا سوبر ماركتس كتير، لا طبعا في فرق، حتى اللي هو بيبقى الخضري او كده، لا طبعا في فرق ما بينه وما بين هنا المجمع الاستهلاكي، لا شايفة كل حاجة موجودة يعني. جولة تفقدية تأتي في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الأسواق قبل قدوم عيد الأضحى المبارك وتوافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للجميع.